اهم شيء مبسوطه كثير. Good morning sweet love. ورجينا لبستك. صباح الخير. طبعا هاي لبسة امل يلي شفتوها بالفلوج يلي مضى. واو. وهاي لبسة السيدة شيماء. ترى واليوم يا جماعة هو المناسبة اللي حكينا لكم اياها هذاك الفيديو، حنحتفل بعيد ميلاد ماما سوا. فنمشي امل؟ يلا بينا. لا كبطاش. وصلنا على مكان السهرة. وصلنا حبايبي لهون للسفينة على مضيق البوسفور. هوني ماما. هاي عيد ميلاد سعيد. شكرا. شوفوا جابوا لي علم المغرب كمان. هاي أمول. هلا والله. شو أخبارك؟ هلا والله. كل شيء تمام؟ يلا نعمل لكم لفة بالفوق قبل لا تبلش الحفلة. مرحبا. كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هلا هو عم يحكي لكم كيفكم لانه ما قال لكم كيفكم من اول الفيديو. امل عم تاخذ صور، محمد عم يصورها. الحمد لله انه الجو اليوم حلو، لو كان الجو مو حلو ما حنستمتع بهالمناظر هيك بالجو النسيم. في نسيم كثير بجنن. طلعت للشمس هلا ولازم اعمل هيك. كيف طلع؟ خلصتوا مشان ننزل. جبنا الأكل. محمد صحة وهنا. أمل صحة وهنا. ماما صحة وهنا. أهم شيء مبسوطة. الحمد لله. وأنا جعت حقك روح أرجع. Thank you.
بالحفلة قررنا نعملها بالبيت. جابت الكيكة. الكيكة. طبعا حبايبي هي هي الكيكة. وفي عنا امل كمان هون. امل امبارح ما حسيتي انه كنا كأنه سافرنا على دولة عربية. ايه صح. كأنه كنا بسوريا او الاردن او العراق او يعني كان اصلا الحفلة خليط دول عربية. كتير استمتعنا. هاي شغلة كتير حبيتها وهي شغلة مميزة عنا كمان في عيلتنا انه كل حبايب شيء ما من دول عربية مختلفة. وهلا حنادي على ماما. هاي ماما. سلام. اهلين. اهلا. امل روحي جهزي لنا الشغلات الثانيه. انت ليش هيك ما يعني ما حلو كي من الاعراب. نحن بس جبنا الكيكه هون لسه ما جهزنا الشغلات الثانيه. هلا بدنا نعمل هيك احتفال صغير ماما لانه ما عملنا الكيكه امبارح فقلت انه لا لازمنا كيكه اليوم. وعيد ميلاد سعيد مره ثانيه ماما. الله يطول لنا في عمرك ويخلي لك ويخلي لك يانا ويخلي لنا اياك يعني. آمين يا رب. اي لاف يو. شكرا. Happy birthday! أوي 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 ذكرتني هاي أوي بالبحر الأسود سكن بعض أوي أوي وبس حبايب قلبي هاد كان فيديو لليوم كالعادة إذا وصلتوا لهذا الوقت من الفيديو حطوا هذا الإيموجي لليوم كرمال نعرف الأوفياء ترقبوا فيديوهات جاية فيديوهات رمضان شغلات حلوة مقالب تحديات بلوغات تمثيل كل شيء كش إن شاء الله حيكون ولا تنسوا تشتركوا إذا كنتوا جديد حطونا لايكات تابعوني على إنستغرام شوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم خليت لكم الراحة سلامة.